معتمدا على رزق الله وفضله الواسع. وفي صبيحة كل يوم يقصد عبد الباقي غيلان باكرا مشغله الخاص بخياطة وإنتاج الحقائب النسائية الواقع بأحد شوارع حي المسبح الأسفل بتعز، وهو المشروع التجاري الذي قد يراه البعض صغير ويكبر ألف مرة بعين صاحبه، وقد وجد فيه رزقه الحلال واطمأنت إليه نفسه بعد أن ذاق مرارة الاغتراب لفترات طويلة في المملكة العربية السعودية وعاش فيها قساوة المعاملة والاستقرار. كنت أنا في السعودية، المعاناة كثيرة، ما أعتقد يطول الشرح فيها، ولذلك أنه اشتغلت أنا في السعودية بعدة مناطق من السعودية، مليت من الغربة. أجت يوم من الأيام ظروف نقل كفالة وما أدري إيش، ويكلف نقل كفالة طويل وما عندناش فلوس. عملت روحت لليمن، قلت بروح بلادي أفضل، عادوا في أروح من الشباب تمام يبذل طاقته ويكمل شباب في بلاده أفضل. عن بدايته في هذا العمل يؤكد عبد الباقي أنها كانت في موطن الاغتراب، حيث اشتغل بادئ الأمر في محل لبيع الحقائب، وتحديدا في إصلاح وتغيير الأجزاء التالفة، ما مكنه من إتقان الحرفة والاشتغال عليها لزمن. ومع اشتداد وطأة وضغوط القرارات التي تستهدف العمالة الأجنبية في السعودية، تبادر إلى ذهنه فكرة العودة إلى الوطن والاستفادة من مهنته التي اكتسبها وافتتاح مشروعه الخاص، وهو ما سيحرره أولاً من جوري ما يتحمله المغترب اليمني في بلاد الاغتراب، ويجعله يعمل بحرية تامة بعيداً عن أجواء الاضطهاد وتحمل نفقات الصرف على تكاليف نقل الكفالة وتجديد الإقامة وغيرها من المسميات. يجيد عبد الباقي العمل على موديلات وتصاميم خارجية للحقائب النسائية بعد أن برع في عملية القص التي تعد الأساس في تحديد نوعية الموديل وشكله، إضافة إلى استيعابه لاثنين من الخياطين الماهرين، مكنه من تحريك المشغل في فترة وجيزة، الأمر الذي أدى إلى لفت أنظار النساء وشكل عامل جذب ما أتاح توفير مداخل تمكن الرجل من توفير متطلبات معيشته وإعالة أسرته. كل قص من نفسي تعلم القصة، أنا كنت أقص كل شيء، تعلمت القصة من شوية والحمد لله، وجبت خياطين وسلكت الحمد لله رب العالمين، مشت الأمور حبة حبة حتى تمكنت من القصة، والآن الحمد لله نعرف نصمم أي موديل نصممه ونقصه، حتى أشرح للخياط كيف يخيطه. مثل الاستقرار المعيشي لدى عبد الباقي حافزاً يدفعه نحو تحقيق الطموحات التي لا تزال تعتمل بداخله وتتعلق بعملية توسعة المشغل الصغير والانتقال إلى صناعات موديلات حقائب بتصاميم عصرية، غير أن الآلات الحديثة للخياطة والإمكانات المادية هي ما يحول بينه وبين تحقيق حلمه الذي يشعر أنه لابد من اجتيازه في قادم الأيام.